تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بمركز العدوى بمحافظة المنيا، حيث يتم تنفيذ محطة صرف ووحدة تنمية للأسرة والطفولة بقرية كفر عبد الخالق، فيما يقام مجمع للخدمات ومجمع زراعي بقرية بني عامر. الجدير بالذكر أن مشروعات حياة كريمة بالمنيا تشمل 192 قرية ب 757 قرية تابعة، وذلك بإجمالي 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة.